السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواعيد وتوقيت إجراء مباراة فريق الجيش الملكي وفريق الرجاء الرياضي في البطولة المغربية الاحترافية إنوي القسم الأول والقناة المجانية الناقلة لهذه المباراة. يحتل فريق الرجاء الرياضي المركز الثاني في ترتيب البطولة المغربية الاحترافية إنوي القسم الأول برصيد 28 نقطة، أما فريق الجيش الملكي فيحتل المركز الرابع برصيد 23 نقطة. ويستقبل فريق الجيش الملكي فريق الرجاء الرياضي في الجولة 14 المؤجلة من يوم الاثنين 27 ديسمبر 2021 من الدوري المغربي اليوم الأحد 2 يناير 2022 في الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله. والقناة المجانية الناقلة لهذه المباراة هي قناة الرياضي اي 6 و 6 بتعليق سفيان رشيدي.